هنا في لعيبه كتير جدا في بالبيس عندها امكانيات لكن ما جاتلهاش الفرصه، وده الفتره اللي جايه انا احاول اشتغل عليه بشكل جيد بالنسبه يعني المواهب اللي موجوده في الشرقيه عامه، مش بالبيس بس، في الشرقيه عامه، لان في ناس كتير جدا ما عندهاش القدره والامكانيات ان هي تظهر موهبتها دي، ان هي تيجي اختبارات او الناس تشوفها. هحاول اشتغل عليه بشكل جيد ان الناس دي تاخد فرصها وتاخد حقها، لان في لعيبه كتير جدا موجوده في الاقاليم لو اتشافوا بشكل جيد هيبقوا ليهم دور في الكره المصريه. عماد، شفت محمد صلاح قريب؟ يعني انا كنت شايف لك صوره ليه. قابلت صلاح اكتر من مره، اتكلمته في ايه؟ محمد من النجوم الكبيره جدا، الصوره هي معانا، كان فين؟ دي في الجونه. اعتقد دي في الجونه. انا يمكن قابلت صلاح في الفتره دي مرتين، قابلته في الجونه وقابلته في معسكر المنتخب. صلاح راجل مركز بشكل كبير جدا في شغله، مركز مركز في شغله. ملتزم جدا جدا، عارف هو بيعمل ايه. ببارك له طبعا النهارده، سجل هدفين حاجه يعني ولا اجمل ولا اروع. عندي تمارا وسيلين عملوا ايه؟ بيعشقوا حاجه اسمها بيعشقوا حاجه اسمها صلاح، بيعشقوه بشكل غير طبيعي. يمكن تمارا كنت خدتها في مباراه المنتخب، طبعا انا صورتهم معاه في الجونه، طول الوقت بيكلموني عن صلاح، طول الوقت بيكلموني عن صلاح ويقولوا لي طب يعني ده صلاح بيجيب جوان، ده صلاح هداف، ده صلاح بطوله، يعني مركزين مع صلاح اكتر ما مركزين معايا من ناحيه الكوره. في الجونه اتصوروا معاه، وتمارا يمكن خدتها في مباراه المنتخب مصر، فشاورت له ساعه السلام الوطني. فزعلت جدا، ازاي هي تشاور له هو ما شاور لهاش؟ قلت لها يا بنتي هو مركز في الماتش، ما ينفعش يشاور لك، ده السلام الوطني. اصرت ان انا لازم تروح تسلم عليه، فخدتها. طبعا كان في يوم فري بالنسبه للمنتخب، رحت كلمته ورحت له في اليوم الفري واتصور معاهم، وقعدت معاه، اتكلمت مع المنتخب، واتكلمت بتكلم معاه عن حاجات كتيره جدا جدا. راجل مركز بشكل كبير جدا. يمكن صلاح كان زعلان من اللي بيحصل ساعتها، اعتقد شيء طبيعي، بيزعل لما في ناس بتتكلم او بتقول عليه حاجات هو ما بيعملهاش اصلا. هو الراجل مركز في شغله، مش مركز في اي حاجه تانية غير في شغله. زي ما احنا شايفين هو ناجح بشكل كبير جدا جدا. حقق انجازات، يعني اي واحد في مصر بيفخر ان في لعيب عندنا اسمه محمد صلاح. النهارده لو انت قاعد بتتفرج على المباراه، مباراه الارسنال، الناس قاعده محمد صلاح، بص يعني ده العالم كله، الجون، العالم كله، العالم كله. انت لما يكون عندك لعيب العالم كله بيتكلم عنه، ده انت لازم مش تحافظ عليه، ده انت تحطه في حته كده محدش يقرب له، محدش يقرب له، نسيبه ينجح، نسيبه يكمل. يعني انا قلت لصلاح، قلت له ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، لا عينك على طول على البطولات، انت عندك فرصه من ذهب. انت خدت السوبر الاوروبي دلوقتي، عندك كاس عام للانديه، عندك ربنا يكرمك الدوري الانجليزي تقدر تحققه، فرص تخليك احسن لعيب في العالم، تخليك احسن لعيب في افريقيا، انت خدتها مرتين، تاخدها للمره الثالثه. انجازات، حقق طول ما انت عندك القدره، تحقق انجازات، حقق انجازات، حقق انجازات. سنتين متتاليتين هداف الدوري الانجليزي يا جماعه، ده السنه دي برضه ده دوري قوي جدا جدا جدا، ان انت تبقى هداف الدوري الانجليزي على مدار سنتين، والسنه دي بادئ بدايه بسم الله ما شاء الله قويه. اللعيب لما بيتعب وبيجتهد ربنا بيكرمه. ده راجل اخلص واجتهد واشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، وما يعني عارف، بص في فرق ان انت تحلم بحاجه وتقول لا انا مش هقدر احققها. هو بيحلم بحاجه ومقتنع انه يقدر يحققها، فعشان كده ربنا بيكرمه، بيحب زمايله، متواضع لحد دلوقتي، متواضع بشكل كبير جدا جدا، بيتعامل مع الناس باحترام كبير جدا جدا جدا. فده اللي مخلي محمد صلاح موجود ووصل للمرحله دي، وهيوصل ان شاء الله. وانا قلت له قبل كده وبقولها له تاني، هتوصل لمراحل اكبر من كده بكتير، لانك تستحق وتستاهل، لانك شخصيه محترمه وشخصيه بتخلص في شغلها. تمام، اخر حاجه بقى، من ناخد من تويتر 5 6 كده وبعد كده